السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي أصدقائي، مرحبا بكم في درس التطبيقات الكتابية الصفحة 28 المخصصة للأسبوع الثاني الوحدة الأولى مرجع المفيد في اللغة العربية الخاص بالسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. إذن لنبدأ مع السؤال الأول، أملأ الجدول حسب المطلوب. إذن لدينا الفعل ذهب ورجع، نقول أنا ذهبت أنا رجعت. هو ذهب، هي رجعت. الآن هي ماذا نقول؟ دخلت. أنا خرجت. هو دخل. إذن كتب، الفعل كتب هو، كتب، هي كتبت، أنا كتبت، كتبت، هو مسح، هي مسحت، أنا مسحت. الآن نمر إلى السؤال الثاني، أضع الكلمات الآتية في مواضعها المناسبة: منزل، الباب، الغرفة، باقة، مجيدا، الهدية، الشفاء. اشترى إدريس باقة ورد. وقصد من، أو ماذا قصد؟ منزل صديقه، من زيلا صديقه المريض. لما وصل إليه طرق ماذا؟ الباب. فاستقبلته أم مجيد وأدخلته ماذا؟ الغرفة، الغرفة التي يوجد فيها. هيا إدريس من مجيدا. وقدم له الهدية. وتمنى له الشفاء العاجل. سؤال ثالث، أحاكي الأسلوب الآتي: لماذا انتقلت إلى مدرستنا وما سر تفوقك؟ مثلا إذن لمحاكاة هذا الأسلوب لماذا وما، إذن سأقترح عليكم هذه الجملة: لماذا تقف وحيدا؟ وما سبب حزنك؟ مثلا إذن لماذا تقف وحيدا وما سبب حزنك؟ الآن نمر إلى السؤال الرابع، أضع علامة في أمام الكلمة التي ليست مرادفة للكلمات الأخرى: يحب، يود، يبتغي، يجري، يريد. إذا لاحظوا معي الكلمات يحب، يود، يبتغي ويريد، جميعها مرادفات تعني نفس الشيء، لكن الكلمة التي لا تعني نفس الشيء هي يجري، فيجري لا تعني يحب. إذن هذه هي الكلمة التي ليست من مرادفات الكلمات الأخرى. وبهكذا أصدقائي نكون قد أنهينا الإجابة عن التطبيقات الكتابية الخاصة بهذا الأسبوع. موعدنا إن شاء الله دائما يتجدد مع باقي دروس هذه الوحدة ودروس المرجع بصفة عامة. إذن إلى حين نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله تعالى، إلى اللقاء.